ما عنديش صحاب. وإيه اللي فيها يا عم؟ انت راحتي دي كنز وسحاب، بصاحب دماغي وقلبي ومشاعري، ودول هم عندي بشلة صحاب. ما عنديش صحاب، وآه في صحاب زي نور القمر، لكن حظي حالف يكون ماشي عكسي. ما أنا كل مرة بلاقي إن صاحبي ده صاحب أونطة وصاحب سنيني، ما يطلعش صاحبي وتوه في المفاجأة، وآخر الحكاية بلاقي إجابة واحدة شايفها في كل مرة، بإني أنا كنت طيب وساذج وأهبل. ما عنديش صحاب، ده حتى أما بخرج بقيت لما بخرج فبخرج لوحدي، أروح أي حتة أحب إن أروحها، أطول في وقتي، أقصر في وقتي، لحد يضايقني ولا يقول لي لأ بلاش المكان ده. ما ياما حكيت سري قلته لصحابي، ولا إن سري بقى عند دوت وده ودي وده همت، ما عنتش بآمن لحد أحكي سري، ولا عنت عاوز أخش في شراكة ما بين أي صاحبي. على إيه أغامر براحتي وسعادتي؟ أكون لوحدي ولا إيه اللي راحتي؟ ما عنديش صحابي.